بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحياتي إلى جميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. الإخوان، اليوم جيت نقول لكم على واحد الحالة اللي شتها، حالة يرتى لها، اللي كنت درت عليها فيديو من قبل وكان ضرتني في قلبي، وليت عود تاني صيفطوا لي تصاور جداد ديال الطفل مروان الساكن بلعوان دكالة إقليم جديدة نواحي حد ولاد فرج. هاد الوليد هذا اللي عنده واحد المرض الخبيث في الوجه دياله، واللي مسكين يعني أصبح حالة خطيرة على الوجه دياله، واللي الدري كيتكرفس يوم على يوم. كما اتصلت بالأب دياله ووضح لي مسكين باللي الابن يعني راه في حالة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حالة يرتى لها، وحالة يعني اللي كتت